محدثكم من مملكة البصل. هلو هلو سواديكا سواديكا سواديكا. What's your name? بتتاكل نية، بتتاكل مسلوقة، بتتاكل مطبوخة، بتتاكل مشوية. تخيلوا مبنى كامل او هنجر كامل فلفل حراق شطة بس. طيب هنا بيبيعوا حاجات عطارة وتوابل وسبايس. ليه بقى ده؟ اهلا بيكم في سامروز. النهارده هاخدكم في جوله او رحله لسوق خضار كبير جدا في تايلاند، في بانكوك تحديدا. الخضار هنا جميل جدا، متنوع، اشكال غريبه، حاجات غريبه علينا وحاجات عارفينها. اهم حاجه عايز اوريها لكم النهارده اسعار الخضروات في تايلاند. يلا ناخد فكره مع بعض، يلا نشوف جمال الماركت نفسه والبياعين والشعب التايلاندي البشوش الجميل ده. يلا بينا. قادر اقول لكم يا جماعه الهنجر مساحته قد ايه، او المسطح السوق مساحته قد ايه. ما شاء الله لا يقل عن فدانين مثلا. بصوا معايا كده، لو خرجت بره المناطق السياحيه في تايلاند او المناطق المشهوره او المليانه سياح او هتلاقي في حاجه غريبه جدا في شعب تايلاند. عندهم سماحه غير طبيعيه، وعندهم بساطه في التعامل وبشاشه مش موجوده في شعوب كتير بصراحه. هلو واتس يور نيم؟ فيري نايس مايك. حاجه من الحاجات المهمه جدا هنا ان بتتاكل نيه، بتتاكل مسلوقه، بتتاكل مطبوخه، بتتاكل مشويه. لحاء البامبو في منه اشكال وانواع واحجام، لان البامبو كذا نوع مش نوع واحد. بص يا جماعه الابتسامه.
اكتر الحاجات اللي بحبها هنا المشروم فظيع، ولازم تشتريه فريش، مش هتلاقيه اصلا في حته مش فريش. العسل هنا في تايلاند حلو جدا يا جماعه، لو حبيت تشتري عسل من تايلاند اشتري ما تقلقش، كله كويس مش مغشوش يعني كله بيور. شايفين الفلفل يا جماعة، أحجام وألوان وأشكال، كل نوع أو حجم أو مقاس ليه سعر. أنا سألت قبل كده على الفلفل بالذات لأنه شد انتباهي إنه كتير قوي، قالوا لي إن في أكتر من 36 نوع فلفل حامي أو حراق في تايلاند. تخيلوا مبنى كامل او هنجر كامل بصل وثوم وشطه بس. حاليا انا في مملكه البصل زي ما احنا شايفين كده، البصل والثوم احجام واشكال، البصل نفسه كمان الصغير والوسط والكبير والاحمر والاصفر والابيض يعني انواع ما شاء الله، عندهم الخير كتير قوي. طيب هنا بيبيعوا حاجات عطارة وتوابل وسبايس للأحذية القديمة. غريبة تايلاند برضو في بعض الأشياء كده. حتى الجنزبيل هنا كذا نوع، يعني في نوع رفيع كده وفي نوع كده وفي النوع اللي احنا عارفينه بقى زي اللي عندنا في مصر العادي. طبعا زي ما انتم شايفين كل حاجه مكتوب عليها سعرها، وده بيبقى سعر الحاجه نفسها مش الكيلو. بصوا بيقطعوا ازاي الجنزبيل يا جماعه، وبعدين يغسلوه ويعملوه شرايح عشان تتباع كده زي ما شفنا هناك. ده بتنجان يا جماعة وبيتاكل ني. دي ثمرة شجرة الموز، ودي هنا بيطبخوها هنا في تايلاند بياكلوها، بتتقشر واللي جواها بيتطبخ مع الأكل. طعمها حلو جدا، بس هي بتتعمل مع بعض انواع الاكل مش كله. ده نوع من انواع الفاصوليا، هي فاصوليا بالظبط بس طويله شويه. من احلى الحاجات هنا في السوق ان كل حاجه عليها سعرها، مش محتاج تسال، مش محتاج تتعب نفسك في السؤال ايه ده وكام ده عشب الليمون او الليمون جراس. تخيلوا ان الحزمه دي كلها ب 20 باب، لو هجيبها في مصر القطعتين بس او الثلاثه بحوالي 20 جنيه. وهم بيستخدموا الليمون جراس ده في حاجات كتيره جدا، بيحطوه كمان في بطن السمك المشوي بيطلع
حكايه. جربوه كده وقولوا لي رايكم. حط ليمون جراس جوه بق السمكه وبطنها اللي هتشويها وشويها كده بالملح وقول لي رايك. ما تحطش عليها حاجه تاني خالص. عندهم نعناع اخضر برضو زينا اهو. الحزمه بخمسه باط. طبعا اشكال وانواع الخضروات هنا الخضراء يعني ما شاء الله كتيره جدا. النبات ده بالذات يا جماعه بيتعمل مقلي بيتحمر كده في الزيت بيبقى طعمه جميل جدا. تخيلوا ده بتنجان عامل زي العنب بالظبط. خلصنا جزئية الحاجات المعروفة الخضروات المعروفة أو الغير معروفة. نخش بقى على جزئية الحاجات الغريبة شوية. يعني مش عايزكم تتخضوا عادي جدا يعني عادي كلنا لها. نوع من انواع الضفادع والضفادع طعمها حلو يا جماعه مش وحشه. اتفقنا ان احنا مش هنتضايق بس عايز اقول لكم ان دي فران. يعني بصراحة موضوع الحشرات والفيران والحاجات الغريبة اللي بياكلوها في آسيا دي مش جديد ده من قديم الأزل. يعني زي ما في الحلو في الوحش أو زي ما في الكويس في اللي مش مقبول خالص. السوق مش كله حاجات من دي. 99% منه سوق عادي ونظيف جدا وناس جميلة وأكل جديد ونظيف وفريش وحلو. الحاجات البسيطة دي اللي احنا بنشوفها دي بنسبة بسيطة جدا من الأسواق مش هتبقى مؤثرة جدا عشان ما حدش يتضايق. يعني عادي هو ممكن تعمل مساج في السوق عادي جدا يعني في وسط ماما بيبيعوا كده يعني ماشي حالك يعني مش مشكلة.
وصلنا بقى لجزئيه الحاجات المجففه، هو بالاخص السمك المجفف يعني. خلينا نتفرج عليها مع بعض عشان فيها حاجات كتير قوي شبيهه عندنا بمصر، خاصه الفسيخ والرنجه والحاجات دي. جوز الهند هنا بالمكنه دي بيطلعوه حاجه من الاثنين، يا اما مبشور يا اما عصير كده اللي هو لبن الجوز الهند، عشان بيطبخ بيه هنا بيتعمل بيه انواع اكل كتير جدا. لو عايز تتبسط بجد في تايلاند تعالى في شهر ديسمبر يناير فبراير، احلى اوقات السنه. الذره هنا في تايلاند بتتباع عادي زي في اي بلد، او بتتباع مفرطه كده. ده نوع من انواع الفجل الابيض، الفجل الابيض بيجي طبعا زي ما انتم شايفين كده من المزارع، فيه طينه او مش نظيف فبيغسلوه في الاحواض دي، بيسيبوه ينشف كده بيروح جاهز على المطاعم على طول. الغريب بقى هنا في تايلاند اللي لاحظته في كل الاسواق، الليمون غالي جدا، الليمون الواحده بتبتدي من 2 باط لغايه 7 باط. بيبيعوا هنا كمان ازايز لعصير ليمون جاهز، تشتريها وتعمل منها يا اما عصير لانها مكثفه او تستخدمها في الاكل في الطبيخ على طول، كمان بيبيعوها في اكياس كمان. تايلاند كمان فيها قصب يا جماعه، وفي عصير قصب بس الزياده بقى عشان هما بيحبوا التجويد، يعني بيعملوا قصب سموزي. أبكون كراب اول مره اشوفها في حياتي، سموزي قصب، والله العظيم منعش، جميل جدا. ده كمان بيبيعوا البصل المطحون والثوم، والثوم كمان مقلي وجاهز اهو، البصل مقلي وجاهز تشتريه تحطه على الاكل على طول. طب انا ليه بقول كده، او ليه بقول على المكان ده حلو، او ليه بصوره لكم او بعمل عنه حلقه؟ قصه ان ده مش سوق بس، انا بحب الحاجه اللي معموله صح. السوق نظيف كبير متنوع، شكل الخضار هو متغلف او متقسم او متوزع، الشكل العام للسوق حلو يعني، لولا ان في سقف بس في المكان انا كنت صورته لكم من فوق بالدرون. التوزيع والشكل بتاع التقسيم بتاع المكان يبهر بصراحه. كمان النظافه، نظافه المكان عاليه جدا. اهم بقى من كل الحاجات دي الناس نفسها، البياعين، بياعين بشوشه جدا، مبتسمين، لازم يسلم عليك، لازم يقول لك ازيك، لازم يقول لك اي حاجه يعني، لازم يعمل لك باي باي. في رياكشن او في كونتاكت ما بين البياعين والناس، وبالاخص عشان انا اجنبي يعني، فبحس ان انت ماشي في مكان حلو يعتبر زياره. الاسعار كلها واضحه وكل حاجه مكتوبه على يعني، حتى كمان مفيش صعوبه انك تعرف تشتري حاجه لو مش عارف تتعامل او عشان اللغه او كده. عشان كده انا بعمل عنه فيديو وعايز اوصل لكم الشكل او الصوره العامه بتاعه اسواق تايلاند، سواء خضروات او فواكه او ما شابه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب يكون كمان السوق عجبكم، يا رب اكون بوصل لكم صوره حلوه عن تايلاند او
الصورة الحقيقية لتايلاند الحقيقية. يا رب فيديوهاتنا في العموم تكون بتعجبكم، متنسوناش بتشير ولايك وسبسكرايب عشان نوصلكم كل جديد، مش بس في تايلاند، في أي بلد بنروحها. أشوفكم فيديو جديد وسوق جديد، وتايلاند مستنياكم يا جماعة.